نبدأ بمعرض الصحافة ونبدأ بجريدة النهار وبالخبر الصار لمتتبعي قناة النهار وكذلك لكل عمال مجمع النهار. النهار تتصدر القنوات الجزائرية ب 11 مليون مشاهد. احتلت قناة النهار الصدارة. احتلت قناة النهار الصدارة والمركز الأول على باقي القنوات في نسب المشاهدة خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 سبتمبر، وهذا حسب نتائج سبر الآراء التي أصدرها معهد أمامار المتخصص في دراسة سبر الآراء بالجزائر. وأكدت دراسة أن النهار تي في حققت نسبة مشاهدة بأكثر من 11 مليون متابع. شكرا لكم، شكرا لكل متابعي قناة النهار. بفضلكم النهار في الريادة، بفضلكم النهار دائما الأولى وستظل إن شاء الله الأولى لنقل انشغالاتكم ولحل مشاكلكم ولإيصال المعلومة لكم. إلى عنوان آخر دائما بجريدة النهار، تقول منع استيراد سيارات بداية من 2018، وين قال المسؤول الأول حسب النهار على قطاع التجارة محمد بن ميرادي أن تحديد كوطة استيراد مختلف المنتوجات التي تخضع لنظام رخص لا ولن تكون قبل نهاية السنة، مما يعني حسبه أن 2017 ستكون بيضاء قبل أن يكشف عن العودة للعمل بنظام الرخص العام المقبل، وأشار إلى أنه قد تقرر منع الوكلاء من استيراد سيارات سياحية. 10 ملايين زيادة في تكاليف العمرة هذا الموسم، وإن أصدرت سلطات السعودية تعليمة جديدة هذا الموسم تلزم كافة المعتمرين الذين سبق لهم زيارة البقاع المقدسة بدفع الضريبة عن التأشيرة والمقدرة بألفي ريال، وهو ما يعادل 10 ملايين سنتيم، وذلك بعدما كان القرار يسري فقط على الذين يكررون العمرة في نفس الموسم، أين تم تزويد الوكالات بنظام إلكتروني خاص للتعرف على المعنيين بالقرار خلال التسجيلات. إضراب غير شرعي نعم يشل مطارات الجزائر، وإن أصدرت محكمة دار البيضاء حكما بعدم شرعية إضراب تقني الجوية الجزائرية، وشن عمال صيانة منذ صبيحة أمس الأربعاء إضرابا وطنيا بسبب ما أسموه تماطل الإدارة في تلبية طلباتهم للإشارة. رفعت مديرية شركة الجوية الجزائرية دعوى قضائية ضد النقابة بتهمة عدم شرعية الإضراب. نذهب إلى جريدة الشروق، تقول تحقيقات الوزارة تفضح تلاعب في توظيف الأساتذة الاحتياطيين، وإن أفضت التحقيقات التي باشرتها وزارة التربية الوطنية عن تسجيل تلاعب مفضوح في توظيف الأساتذة الاحتياطيين دون الالتزام بالترتيب التفاضلي باللجوء إلى المحاباة في تسليم التعيينات، الأمر الذي دفع بالوصاية إلى اتخاذ قرار إجراء حركة واسعة ستمس الأمناء العامين ورؤساء مصالح الموظفين ببعض مديريات التربية للولايات. الخبر تقول الشروع في مقاضاة المعتدين على الأئمة، وإن شرعت مصالح وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مؤخرا في تنفيذ مضمون الأوامر المستعجلة التي أصدرتها وزارة الداخلية أو وزارة الداخلية والجماعات المحلية أوت الماضي على خلفية تنامي الاعتداءات التي استهدفت شريحة الأئمة في الفترة الأخيرة، أين باشرت العديد من المديريات الولائية إجراء مقاضاة المعتدين المتورطين بتهم الاعتداء الجسدي واللفظي على الأئمة. نذهب إلى جريدة المحور، تقول حجار يلغي بكالوريا التكوين المتواصل وشهادة دراسة طبيقية، وإن خيبت التعليم الأخير الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتعلقة بالدراسة عن بعد بجامعة التكوين المتواصل وشروط الالتحاق بها آمال خريجي هذه الجامعات وحاملي شهادة الدراسة التطبيقية، كونها عملت على إلغاء هذا النوع من الشهادة حسب المادة 8 وإلغاء امتحان دخول جامعة التكوين المتواصل حسب المادة 9 من التعليم. عودة 200 باحث جزائري من الجالية بالخارج، وانكشفت مسؤولة مشروع الجزائر العاصمة المدينة الذكية فتيحة سليماني أن أزيد من 200 باحث من الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج ينشطون في شركات كبيرة للتكنولوجيا العالية في العالم عادوا إلى الجزائر في إطار مشروع الجزائر العاصمة المدينة الذكية.
وقت الجزائر تقول 40,000 عسكري جزائري لمنع تسلل مقاتلي داعش، وان تخضع الحدود البرية الجزائرية بالجنوب للمراقبة الدقيقة، عبر مركز مراقبة بالغ التطور متخصص في مكافحة الإرهاب لمتابعة نشاطات الجماعات المسلحة وشبكات التهريب الدولية على الحدود البرية المرابطة مع النيجر، والتي تهدد الأمن داخليا وخارجيا. وقامت السلطات العليا للبلاد بنشر 40,000 جندي ودركي على الرسم البري المشترك مع نقاط التماس مع جمهورية النيجر المتاخمة. إلى الإكسبريسيون تقول: ويحيى بكل صراحة. وإن دافع أمس الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراط أحمد ويحيى عن وزير الخارجية عبد القادر أمساهل معربا عن دعمه له، وقال أن وزير الطاقة السابق شكيب خليل تعرض للظلم في الاتهامات غير العادلة التي وجهت له بعدما تم إصدار مذكرة اعتقال بحقه على خلفية فضيحة سوناطراك، مشيرا إلى أن ما جرى لشكيب خليل ومسؤولي سوناطراك غير عادل، أدى بالفعل إلى إلى تهديم مجمع كبير مثل سوناطراك. ويحيى يقول كذلك في لوريزون تقول: ويحيى يدشن سيلة 2017 ويدعو إلى ترقية صورة الجزائر من خلال الثقافة. وأكد الوزير الأول أحمد ويحيى أن ميزانية قطاع الثقافة قد تضاعفت ب 12 مرة منذ قدوم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. في هذا الصدد دعا الوزير الأول إلى ترقية صورة الحقيقية للجزائر والتعريف بتاريخها وتراثها الثري، وذلك من خلال الثقافة والكتابة. هكذا قال أحمد ويحيى الوزير الأول.